بياكل بزياده او بيصرف فلوس في الشوبينج زياده سواء ست او راجل، بيبقى نتيجه خلل هو حاسه او فقدان لشيء مش قادر يحصل عليه، فبيلبيه بحاجه بالتانيه بزياده. فده مش الاشباع الطبيعي ولا اللي هيملا الفراغ اللي انت محتاجه. فلازم انا اسمعوا يا ستات اسمعوا مش الشوبينج والله يا جماعه، مش الشوبينج يا بنات، بدليل ان احنا بنجيب حاجات كتير جدا وترجعي البيت بتلاقي فيه ثلاث ارباعها انت مش محتاجاه. يا ست بتكلمك أيوة مالناش علاقه خالص بالموضوع، وبنرجع نغيرهم تاني او بنرجعهم، والربع التاني ممكن تفضلي رميه في الدولاب او ما بتلبسيهوش لحد ما تفتكري ايه ده ايه ده انا جبته امتى. فده مش اللي بيخليكي سعيده. دوري على سعادتك جوه نفسك قبل ما تحمليها لشريك حياتك، لانه مش مسؤول عن سعادتك ولا دعمك الا لو دعمتي نفسك الاول. السعاده الاساسيه والطبيعيه والباور الرئيسي لاي انسان من داخله بقربه من ربنا، الاتصال الحقيقي والقرب والسعاده الحقيقيه في القرب، في القرب. يعني انت قلت لي في الرضا، لا هو كمان في القرب. كل ما نقرب ايا كانت ديانتك يعني قرب وتمسك بالطاقه الاساسيه للكون للخالق